السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلنا الطيبين، تحية الصحة والعافية، بتمنى يا رب تكونوا صمتوا وفطرتوا على خير. حلقة جديدة من برنامجكم مطبخ الشروق. مرحب بك إسراء. مرحب بك أحمد، مرحب بكل مشاهدينا وكل الناس اللي بتتابعنا في كل البيوت السودانية. بنقول لكم مرحبتين، حبابكم زين ونحن وإنتم مطبخ الشروق، وعدد من الأكلات الجميلة جدا اللي اللي حتكون في انتظاركم مع الشيف آية. أهلا ومرحب بك حبابك. أهلا بك، واهلا بكل مشاهدينا قناه الشروق، واهلا بكل مشاهدينا مطبخ الشروق. والنهارده حلقه جديده ووصفه جديده، احنا شفنا اسئلتكم اللي جات لنا على الصفحه وهنرد عليها ان شاء الله في حلقه. نبدا بقى ونشوف هنعمل النهارده حاجه سهله كده وبسيطه، هنعمل مكرونه بشاميل، وهنعمل ايه كمان؟ ايه ميت بول، كرات لحمه هنعملها بصوص احمر، حاجه زي شبيهه شويه لداود باشا. احنا عندنا في مصر بنقول عليها داود باشا، اللي هي كرات الكفته اللي بتكون محطوطه بصوص احمر. ونبدا بقى على طول. طوالي. ايوه يلا نبدا. تعالى طبعا اكلات جديده، حاجات جديده، وصفه جديده، لازم يكون في حاجه كده شفايه توريكم لها كده حاجه منها. اول حاجه نحط ميه علشان نسلق المكرونه بتاعة البشاميل. طيب وهننقلها هنا، هنسيبها بقى كده تغلي، وبعد كده هنعمل البشاميل. طيب هنعمل ايه البشاميل؟ ايوه احنا قلنا ان البشاميل بتكون نسبة المادة الدهنية قد نسبة الدقيق. يعني انا دلوقتي هحط معلقة زبدة. أيوة. وممكن تبقى زبدة بس او زيت بس او زيت وزبدة، وهنحط معاها معلقة دقيق، مش هسيبه يتحمر قوي، مش هسيبه يتحمر قوي علشان ما يدينيش لون، انا يدوب بس هاخد منه الدقيق بس يدوب في الزبدة. وانا بفضل البشاميل اللي يتعمل بلبن وشوربه الاثنين مع بعض، لانه بيدي نكهه حلوه قوي قوي قوي، احسن لما بيكون لبن بس. ممكن برضو سمنه صح؟ ما احنا قلنا سمنه او سمنه وزبده او زيت او الاثنين مع بعض ميكس. انا هقلب كده الدقيق مع الزبده، يدوبك بس الدقيق، الزبده كلها تبقى داخله في قلب الدقيق. ايوه. وبعدين هنبدا نحط نص الكميه لبن. نص الكميه لبن. لبن. نص الكميه شوربه. ايوه. وهنقلبه حلو قوي. خلينا نقول من الحاجات المهمة جدا ان لما بنيجي نعمل بشاميل احنا لازم نسيبه على النار تقريبا بياخد من 30 من 25 ل 35 دقيقة، لان هو عبارة عن دقيق. ايوه. فالدقيق ده حاجة نية، فما ينفعش احطه على النار واسيبه يغلي واول ما يتقل خلاص اطفي عليه، ونيجي بعد كده احنا لما بناكل بنتعب وبنبقى مش عارفين احنا تعبنا من ايه، وبيبقى فعليا اللي حصل ان احنا كنا دقيق ني. أيوة. فعلشان كده يفضل ان انا اسيبه على نار هاديه لحد ما يستوي بالظبط. طيب احنا بس هنقلب كده علشان ما يعجنش معانا، وهننقله وهنعمل اللحمه. هننقله هنا وهنوطي عليه النار زي ما قلنا عشان ياخد الوقت بتاعه براحته. بالظبط. ايوه. ونحضر اللحمه. طيب اللحمه هنستخدمها في وصفتين حتتين صح؟ لا هنستخدم دي لحمه هنعصرها بس للبشاميل، واللحمه الثانيه بتاعه الكفته هنعملها كفته. ايوه ايوه بالظبط. هناخد نص بصلايه. نص بصله. ايوه. بيضه، ركز دايما. بالظبط. هنفرم الاغلبيه بصل احمر. ايوه. هنفرم البصل ناعم. ايوه.
بفضل ان البصل يكون ناعم قوي علشان ما يظهرش في دي مكرونه بشاميل اللي في الاخر، فهتظهر في اللحمه قوي، بتبقى حاجه مش لطيفه ان يبقى البصل باين فيها كبير. ايوه بتكون شويه مزعجه. ايوه نحط شويه زيت. دي هننزل باللحمة بتاعتنا. طبعا زي ما احنا متفقين هسيبها لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها، الصدمة المألوفة. ايوة العادة المعتادة. ايوة وهنا ده لازم اتابعه، هوطي عليه بقى خالص، تسيبه الوقت بتاعه. نقلب اللحمة. تمام. هنحط البصل. خلي بالنا برضو واحنا بنتبلها ان البشاميل هيكون متبل، فعلشان الاكله كلها في الاخر ما تطلعش تتبيلتها زياده. ايوه. وهنحط فص ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود. البهارات اللي دايما هي ثابته معانا في كل الوصفات. طبعاً. ايوه شويه جنزبيل. تمام. رشه قرفه بسيطه. قول بعد القرفه ايه؟ ايه؟ عشان بتعزز النكهه. البهارات. شاطر. خلاص احمد بقى شاطر معانا جدا. ايوه. الشيف احمد. انا خايفه بقى. انا خايفه بعد كده احمد ياخد مكاني. لا يا احمد انا مالي الدرجه دي يعني. لا تنور. اللحمه كده انا عاملاها في حاجه كبيره فما خدتش وقت معانا خالص. كويس. البشاميل برضو خلاص اهو. والمكرونه. ايوه. برضو زي ما قلنا المكرونه بتقعد على النار من 4 لـ5 دقايق عشان ما تعجنش. ولسه هتدخل الفرن تاني فهتكمل سواها، فما ينفعش ان هي مش هتبقى حلوه اما تبقى معجنه قوي كده، فعشان كده بنحاول ان احنا نحافظ عليها شويه. والمكرونه بالبشاميل هي من اكثر الوصفات او الاكلات الجميله والمحببه لكثير من الشعوب المختلفه، فبنلقاها دائما ان هي موجوده ومتوفره وبطرق مختلفه. طبعا اقبلها دي بالله طبعا من احلى الاكلات. ايوه. واكثر الاكلات اللي ممكن في رمضان بتكون متوفره وموجوده في كثير من البيوت، مختلف الشعوب برضه بتعملها يعني اغلبيتنا عندنا بنعملها، عندكم في مصر برضه ثابت في رمضان. احنا حاجه اساسيه. صح؟ ايوه. احنا برضه نفس الحقيقه اكثر البيوت السودانيه بتعملها في رمضان. في شهر رمضان. هي حاجه سهله وكل البيت تقريبا بيجتمع عليها، قليل قوي لما بتلاقي حد ما بيحبهاش، فعشان كده بتبقى من الحاجات السهله قوي. هنحط في البشاميل بقى الملح. ايوه. وفلفل اسود او فلفل ابيض. اللي موجود في البيت يعني. ايوه. وانا بحب احط نص فص ثوم مفروم بيديله نكهه خطيره. ايوه. كده جهز معانا وكل حاجه جهزت، نصفي بس المكرونه. طيب. نستخدمها على طول. ايوه. لازقه جوه انا عايزاها. احنا دايما بنمسك في الحاجات اللي أيوة دايما هي بتعصب معانا شويه. بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هناخد من البشاميل ده كبشه كده. ايوه. نحطها على المكرونه. نقلبها. حلو. حلو. عشان المكرونه كلها تبقى منكهه.
ما تبقاش ناشفه كده، المكرونه تبقى طريه. ايوه نحط نص كميه في المكرونه. بعد كده هنحط اللحمه المفرومه بتاعتنا. نحط بقيه المكرونه. طبعا كمية اللحمة للمكرونة دي حرية شخصية، بس انا ما بحبش بصراحة انه اللحمة تكون او المكرونة تكون اكتر من اللحمة بكتير. لازم يكون في مقياس بيناتهم الاثنين، يعني يكون متساويات في المقاس. ايوة دي. بعد كده هنحط بقية البشاميل عليها. ايوه طبعا هو سخن كده بينزل فيها بقى من جواها، بتشرب كلها. ايوه هحركها بس كده عشان كل البشاميل اللي فيها. تتقفل المشامات اللي فاتت بالظبط. البشاميل ده خفيف علشان يبقى كله داخل جواها، وبعد كده هنعمل فيها برضو بشاميل بس هيبقى اثقل شويه، يا دوب يبقى هو الطبقه اللي من فوق. هنحط أيوة. معلقه الزبده. ايوه ومعلقه الدقيق. طيب يا شيف، احنا مش ممكن من نفس عشان الزمن ممكن نعمل يعني ممكن نعمل نفس البشاميل اكسمه خفيف تقيل. ممكن طبعا نعمل نفس البشاميل وبعدين في الاخر خالص ناخد شويه ونعمل الزبده والدقيق بره ونحطها عليه ونقلبه ونخليها على النار شويه. ايوه انا هنا سيحت الزبده وهديله شويه زيت عشان يبقى ميكس ما بين الاثنين. يا دوب الدقيق يسيح نفس ما عملنا في الخطوه الاولى. ايوه هي اللي حابين يا كده يا تعمل بالطريقه دي، يا اما زي ما قلت لكم مره واحده. هو مره واحده اما الصينيه طلعت كبيره بس، فعشان كده خدت كل البشاميل. انا كنت ناويه اقسمه. أيوة. شوربه ولبن. وفي ناس كتير جدا يمكن بتحاول بتعمل بنفس الطريقه اللي انت عملت لها مره اولى ومره ثانيه. بالذات الستات او الامهات اللي عندهم دور كبير في المطبخ وبيحبوا المطبخ وبيحبوا دايما يطبخوا بنفس جميله جدا، بيحاولوا يمشوا بخطوات معينه بيتبعوها وبيستمروا فيها. انا كمان في ناس ما بتحبش البشاميل كتير فكده خلاص هي بتكتفي بيه كده. ايوه صح، ما بتزودش عليه حاجه. بس الناس اللي بتحب البشاميل الكتير تعمل زي ما احنا عاملين كده، هيبقى كده من جوه كله بشاميل وعلى الوش بشاميل وحاجه كده كلها بشاميل. ممكن برضو نعمل اضافه موزاريلا او حاجه. طبعا طبعا عشان بحب الحاجه لو ما عملت كده دي ما تبقى كده. ممكن طبعا الناس أيوة. اللي بتحب الجبن تقدر ان هي تحط على وشها جبنه من فوق. أيوة. ممكن تحط من جوه طبعا الحشوه، ممكن نحشي سجق، ممكن نحشي فراخ، ممكن نحشي فاهيتا، ممكن كل الحشوات من جوه دي حاجه. بس هي مكرونه بشاميل لحمه مفرومه. ايوه فاحنا ممكن نقدر ان احنا زي ما احنا بنقول دايما ان احنا بنحاول نعمل الحاجه بشكل مختلف، فممكن نعمل نفس الطريقه بس بدل اللحمه المفرومه ممكن نحط اي حاجه، ممكن نحط بط، ممكن أيوة. نحط يعني بط يتسلق ويتفتت كده ويتحشي جوه المكرونه. يعني صح. في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل
غير ان انا اخد خضار محمر، ممكن خضار ايوه بالظبط. الناس اللي بتحب السبانخ في الحشوات ممكن سبانخ وجبنه فيتا ومشروم، ايوه نشوح السبانخ على النار مع البصل والثوم ونحط عليها المشروم، وبعد كده في الاخر خالص نحط الجبنه الفيتا ونحطها كحشوه من النص برضو. ممكن انا اتمنى ان اي حد بيعمل اي وصفه سواء احنا عملناها او ما عملناهاش يبعت لنا صوره ليها على التواصل الاجتماعي على الصفحه بتاعتنا، يبعت لنا صوره وشاركونا كده يعني، ورونا ابداعاتكم حاجاتكم، حمسونا كده، دخلونا في اجواءكم. الاجواء الرمضانيه تحديدا دايما هي تحدي، بنلقى في البيت الواحد لو في اسره فيها بنات فدايما هم بيتحدوا في الطباخه، وكل واحد عنده طريقه بتاعت نكهه خاصه. اه طبعا ايوه فاحنا عايزين نشوف التحدي ده من خلال الصفحه ان شاء الله. التحدي هيكون ما بينكم وما بين الشيف ايه، هي في طبخاته وانتم في التنوع اللي عندكم كبير المختلف من خلال الوجبات العربيه لكل الناس اللي بتشاهدنا وين ما كانوا. انا اتمنى بصراحه التحدي ده، ايوه ده شرف ليا. يديك الصحه والعافيه. هي كده طبعا ايه، بما اننا احنا اللي هناكل ايوه فنتوصى بالبشاميل شويه ايوه، وهاخدها على الفرن على درجه حراره 180، هكون فاتحه من فوق ومن تحت عليها، مش هتقعد كتير. لانه طبعا زي ما قلنا احنا مسويين البشاميل ومسويين المكرونه كل حاجه مستويه فيها، فمش محتاجه ان انا اسيبها نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا ساعه حتى علشان نقدر نستخدمها. ايوه نعمل بقى الكفته. كفته احمد جاهز للكفته؟ جاهز يلا رايحين. ايوه جاهزين. اول حاجه هنعملها البصل، ناخد بصلة نفرمها. ايوه هفرمها ناعم على قد ما اقدر، او طبعا لو في خلاط او كبة نفرم فيها. ايوه انا ملاحظة كل ما انت تقطع البصل ناعم كل ما انه هو بيكون سهل. اه طبعا ايوه سهل وما يبانش، و يعني انا ما بحبش انه تبقى مثلا انا باكل كفته واجي اقطم الاقي حته بصله كبيره. ايوه فانا هنحط البصل وهنحط عليها فصين ثوم مفروم. ايوه وهنحط ملح، هنحط الفلفل الاسود، رشة كزبرة، فلفل حل، ورشة قرفة، واللحمة بتاعتنا. وعودين بقدونس. لو كلها خلطناها في كبة بتكون مريحة ولا اللحمة لا؟ هتعمل قرفة. اللحمه هتعمل عرق، مش هتبقى يعني اللحمه بنفرمها في الكبه لما بنيجي نعمل الكبيبه الشامي. ايوه بنفرم اللحمه مع البرغل في الكبه، واللحمه لازم تكون ناعمه قوي علشان تعمل عرق وتمسك لي الطبقه اللي بره. ايوه لكن هنا انا مش عايزاها تعمل عرق، مش عايزه اللحمه تبقى بتمط معايا. ايوه عايزاها كده مفرهده. ايوه بالظبط طبعا. وهناخد جوزة الطيب، حاجة بسيطة، جوزة الطيب مش بكترها خالص خالص خالص، جوزة الطيب أقل القليل منها بيعمل الغرض المطلوب. صح. هنقلب الكلام ده حلو قوي. تمام لما الاقي حته بصله كبيره اشيلها.
الطيبة عشان التوابل كلها تكون معجونة مع بعض بالظبط تتماسك ذاتها. هي عارفة في كفتة بتتحط معاها كده وهي بتتعجن رز؟ ايوه ورشة دقيق احيانا. ايوه ورشة دقيق. ايوه رشة دقيق لما باجي اعفر الكفتة علشان احنا عملناها مرة هنا بس بنبقى نعمل مرة الرز لما بيتحط في اللحمة كده وتتقلب تتعمل شوربة. ايوه دي شوربة يوناني. شوربة اليوناني. ايوه تبقى لحمة محطوط عليها متبلة ومحطوط عليها بصل وكزبرة. أيوة وبيتحط معاها شوية رز وبتتعمل في الشوربة والشوربة في الآخر خالص بيتحط بقى فيها شوية رز بسيط قوي. حط الزيت طبعاً. احنا قبل اليوم عملنا للسادة المشاهدين الكفتة بالطريقة العادية بطريقة التقليدية المعروفة بالدليل. أيوة يعني دي الليلة حاجة جديدة تغيير زي ما قلنا وزي ما متعودين. ريحتها حلوة ومتبلة وجوز الطيب اتفاعل مع البهارات اكيد هو حيكون نكهته جميلة جدا. عايزين ننسى اللي في الفرن. ايوه الشيف آية دايما لما تطبخي يوم وما في حد عارف لكن عارفين انه الشيف آية بتتميز بنكهة معينة فكل حد ياخذ القطعة يقول دي ميزة الشيف آية. شنو من الحاجات اللي دايما هي بتميزك عن غيرك تحديدا في النكهات؟ انا بحب نكهة قوي الفاكهة مع الاكل. يعني انا وبعرف اعمل ده بعرف اعمل صوصات بعرف ادخل الفاكهه مع اللحوم او مع الفراخ. أيوة. مع حتى السمك. ايوه وتطلع النكهه بتاعتها حلوه فدي من الحاجات اللي لما اي حد بيجي ياكل طبق ويلاقي فيه فاكهه مع لحمه فيعرف ان ده انا اللي عاملاه. شوف آية خلاص الكلام انتهى دي لمسته ودي ده طعمها. ايوه فالفواكه لما تدخليها دايما مع الاكل فهي دايما بتدي نكهه غير ولا بتكون طبعاً. أيوة. الناس بتبقى متخيله مثلا ان انا لما هدخل الفراوله مع الاكل ايه ده طبعا كل فراوله لا أيوة. لما بتتحط على النار طعمها بيختلف تماما. التفاح الاناناس واكبر دليل على كده انه احنا بس بنخاف من التغيير. ايوه اكبر دليل على كده ان لما بنيجي ناكل الاكل الصيني او الياباني احنا بناكل فيه اناناس عادي جدا صح عشان احنا اتعودنا عليه. أيوة. لكن لما نيجي نقول مثلا احنا هنعمل فراخ بالتفاح فالناس تقول لك ايه ده ازاي فراخ بالتفاح؟ ايوه حاجه غريبه. أيوة. بالظبط طب ما احنا كنا نعمل اناناس أيوة. ممكن ناكلها بالتفاح عادي. والحاجه الغريبه انت ممكن تمشي برا يونان تطلب وتاكل بنفس الاكلات اللي انت ممكن تكون طبختيها لكن بيكون هنا بس الناس شويه ماخذه الفكره غير. ايوه لكن ايوه بيشوف انه ما حتطلع كده يعني بيستغربوها كده او بيشوفوها حاجه كده غريبه او حاجه. أيوة. كده ما ظبط فاكهه مع حاجه مالحه دي كيف؟ رغم اني ممكن اعمل لك طبق يكون فيه فاكهه وانت من غير ما تعرفي تاكليه ويعجبك جدا وانا بعمل كده مع يعني أيوة. مع اصحابي ومع قرايبي انا ما بقولهمش انا هاكلهم هنعمل ايه هنعمل طبق اللحمه. ايوه ويا ايه ده الله خطير رهيب على فكره دي عليها كذا ايه ده ازاي؟ بس حلوه خلاص بقى بعد كده ممكن يجيبوها. ايوه بتفرق بكون طعم كده غير وحاجه بتستغرب ايه الذات دي التفاحه دي طعمها كده بالظبط مع انها انت لو عايز تفتكر حاجه انت جربها اول وشوف بعدك ردود الفعل اتجاهها بعدك ممكن توريهم السر الموجود في داخلها على اساس انه الناس ممكن تقدر تتعامل بيها لانه في النهايه انا بني ادمه صح وانا بجرب الاكل والاكل يا هيبقى حلو يا هيبقى وحش. ايوه ده نبص على في الفرن اهو قربت خلاص فانا هاكل حاجه انا ممكن اجرب حاجه باي حاجه حتى وصفه عاديه وتطلع مش حلوه. ايوه هو انا مش
يعني انا مش انسان آلي، اي حاجه هعملها لازم تبقى حلوه. ايوه صح. ممكن اعمل حاجه وما تعجبنيش انا اقول ايه ده وارميها فطبيعي ان انا لما بجرب لحد حاجه لازم انا مجرباها قبلها. بعدين الواحد بيتعلم من التجربه، يعني جرب بعدين حبيت خلاص واصل، ما حبيت ما واصلت الفكره او ما واصلت. احنا كده حطينا، هحط عصير الطماطم. ايوه. وهحط معاه شويه ميه. هنحط سن الثوم، اقل من ربع معلقه جنزبيل عشان ما يمررش، رشه قرفه، رشه فلفل اسود، عصره ليمون، ومكعب زبده، الفرن بينادينا بس نشوف المكرونه. طيب معلش استحملنا دقيقه كمان بس، تاني شويه عليها. ايوه اتقل شويه عليها. وهنحط رشه دقيق علشان الصوص يمسك معانا. ايوه دايما نخلي بالنا علشان الدقيق ما يكلكعش، يا اما ان احنا لو قلبنا اللحمه الاول في شويه دقيق مش هحتاج ان انا احط شويه دقيق عليها من فوق، بتكون هي اتقل في شكل بالظبط، بيبقى أيوة. خلاص الدقيق اللي متغلف حوالين اللحمه نزل في الصوص. و قرن فلفل حامي. ايوه الشطه الحاره اهم. فلفل اخضر علشان نكسر اللون. فسبحان الله الفلفل الاحمر عنده فوائد والفلفل الاخضر عنده فوائد، لكل واحد عنده عنده فوائد مختلفه عن الاخر. نعم. هي كده بقت تبقى زي الفل. وهحط نعناع مفروم. نشوف اللي في الفرن. أيوة خلاص خلصت. أيوة خلصت وبقت عالي العالي كمان. يا سلام. ممكن نطلع فاصل ونرجع نتواصل بقى. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل.
رجعنا لكم بعد الفاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم في كل حلقة معانا الضيف ومعانا شيف. طولنا ما عملنا لكم حلقة فيها الضيف والشيف. الليلة منورنا شيف محمد، مرحبا بك في برنامج الشروق على قناة الشروق. أهلا وسهلا بك، كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك شيف محمد، نورتنا. قبل ما أسيب لك المطبخ هقفل بس هقدم ال الايه؟ الكفته. ايوه الكفته دي قدمنا المكرونه البشاميل. خلاص دي الكفته بتاعتنا اللي عملناها بالصلصه، الفلفل الحامي عشان انا بحب الفلفل الحامي، وانا فرضه سيطرتي عليهم هنا ان الاكل اللي ينفع اعمله سبايسي بعمله سبايسي علشان يبقى حلو، عشان انا مسيطره. نحط الصوص وننزل الفلفل الحامي. استنى، في فلفلايه حاميه اهي اهي. زي ما قلنا مفيش حاجه في الاكل بتقول لا. ودي كده تاني طبق معانا الكفته. وفي المرحله دي بقى بنقول لشيف محمد خالد اهلا بيك في مطبخ الشروق على قناه الشروق، وانا هسيب له المطبخ وهو يتعامل. اتفضل. اتفضل يا شيخ مخيل شيف. انا جاي اقدم لكم جلاش. انا بقى بحب قوي شوف الفقره دي علشان ما بعملش حاجه، واقف عند الدنيا بس. طب دي ده صحبتك بس. ايوه كمان هنصور الفراخ عشان تبقى زي اللحمة معانا ما تخدش سوا وما تكلكعش في الجلاش، لان الجلاش عبارة عن اوراق. احنا مرة عملنا جلاش باللحمة المفرومة ولا جلاش؟ لا عملنا رقاق. ايوه اللحمة المفرومة ولا الجلاش؟ ايوه. ده كله كان في الحلقة اللي فاتت، في الحلقات اللي فاتت اللي فاتتنا. ايوه. طيب احنا الليلة معناها محظوظين انه نجرب جلاش بتاع الشيخ محمد، ونحن في انتظاره. شوف الجلاش تدرس رفعتك الجلاش الحلو، يعني الليلة الجلاش مالح صح يا شيخ؟ اه الجلاش مالح. الحلو ده كان حاجة تحفة صراحة. احنا عاوزين دايما. ايوه هو قاصر. ايوه احنا سمعت يا شيخ؟ سامع الكلام؟ سامع. طيب احنا معناها الليلة احنا موجودين فنشوف التفاصيل الجديدة. يعني. ايوه. برضه ما حكينا عوضة كان عملت الليلة. حطينا التوم. هنحمر الثوم ولا يدوب بس يطلع النكهة بتاعته؟ يدوبك بس يطلع النكهة بتاعته كده عشان ايه؟ تمام. عشان زفرت الفراخ. بنعمل اسم فراخ. ايوه. شاطر. فراخ وهي متقطعه صغير كده ما تاخدش سوا خالص. ايوه. وفي نفس الوقت زي ما الشيف قال ما تبقاش مكلكعه جوه الجلاش. هعلمها لك انت تقطع الخضار. تمام. عظيمه يا جماعه، عظيمه. من هسه وبدت الروائح تسيطر على المطبخ. انا بنيت الجو. محتاجين فدات كلهم مع الوصفه دي يا شيخ محمد. ايه؟ محتاجين خضروات كده مع الوصفه دي. يعني احنا بنحاول نغير في الجلاش التقليدي بتاعنا. ايوه. تمام؟ ان احنا ايه؟ نجدد فيه، نحط فيه فلفل الوان، بصلايه تطعم معانا. ايوه تمام.
فلفل احمر اصفر اخضر نطلع بالطبق. هتحط التوابل ايه؟ سنة الملح بتاعتنا. تمام. فلفل اسود. ايوه. تمام. طلعتين. ايه؟ ايوه ريحة الخضار والحاجات دي بتطلع. عايز ايه؟ فلفل ابيض؟ لا مفيش فلفل ابيض. مفيش فلفل ابيض؟ تمام هو كويس كده؟ تمام. عشان ايه؟ بتهيألي كده تمام استوت يا شيخ صح؟ اه نقفل عليها. دايما تبقى الدنيا سريعة واحنا شغالين فيه عشان ما يجي. ايوه اقطعها ولا؟ ايه؟ اه اقطعها كده؟ تاني كمان كده صح؟ ممكن يا شيخ محمد تورينا عملت شنو للسادة المشاهدين؟ جبت بضايا مع شوية لبن. ايوه عشان دايما الجلاش ورق ومعانا هينشف في الفرن. أيوة. فمحتاج ان هو ايه نخليه من جوه طري بحيث ان هو ايه من بره كريسبي ومن جوه يكون طري كده معاك. فاهمني؟ هنحط توابل هنحط زبده وشويه ايه مفيش فلفل حشوه الطبقات ولا هتحطها مع بيض؟ هذه بقى الطبقات وهتاخد وش من في فرشة. في فرشة. شكرا. ندهن طبقة طبقة كده معانا عشان ايه؟ عشان تحس بالجلاش هو بطعمه بلذاذة الجلاش كده من جوه. ايوه ورقتين. نبدأ نحط الفراخ. ممكن طيب يا شيف يكون لبن حليب وزبده بس ما ممكن تطلع البيض منها؟ ممكن تطلع البيض منها. أيوة. لو مش حابب بيض ممكن تطلع البيض. هو ميزه البيض انه بيساعد على النفشه بتاعه الجلاش، لان زي ما قلنا البيض فيه نسبه ماده رافعه فهو بيساعد ان الجلاش ينسش. عشان كده من الافضل ان احنا نحطه، وفي نفس الوقت لو احنا عندنا اطفال ما بتاكلش البيض فانا دخلته في الاكله من غير ما هو ما ياخد باله. انا بسال برضه لان ممكن في بعض من الناس ما بتحبوا البيض او عندهم حساسيه من البيض. لا عندهم حساسيه من البيض دي طبعا حاجه تاني ما اقدرش. أيوة. المفاجاه بتاعتنا بقى. ايوه دي المفاجاه. نحط شويه موزاريلا كده من النص. ايوه نحط الطبقه الثانيه. كم طبقة تقريبا من تحت وكم طبقة من فوق؟ ثلاث طبقات من تحت. ثلاث طبقات ضغط. اه ايوه
ورقتين وبعد كده الحشوة وبعد كده ورقتين. يعني تحت زي حوالي 6 طبقات من الجلاش والحشوة بعد ذلك نحط الفوق. معظم الناس عارفة ان البيض باللبن لما بيجي يتحط على الجلاش هو احنا بنسقيه عليه من فوق، في حركة ان احنا نحطه بين الطبقات دي حركة جديدة علشان هو ينفش ما بين كل طبقة والثانية. معظم الناس بتسقي من زبدة. ايوه، لكن دايما لما يكون في يعني حاجة متغيرة ودايما احنا نحاول نلفت نظر المشاهد بانه داخل مطبخ الشروق في تفاصيل دايما انها هي بتكون مختلفة، بيبقى انه احنا نقدر نتبادل فيه خبراتنا المختلفة. لسه في طبقة ثانية؟ طبقة أخيرة. الأخيرة؟ طيب. في الوش بقى خلص الزبدة؟ وفي الوش خلص الزبدة. حط بقية البيض ده ولا لا؟ لا خلاص كده. لا صغيرة. محتاج تقطعه دلوقتي؟ لازم نتقطعه قبل ما يخش عشان لو مش هتاكلوا منه بقى وراح ياكلوا دي بقى. احنا ظابطينها ده من مصر عليك. طبعا الباقي ده لازم طوالي لازم يتلف على طول عشان ما ينشف. طبعا احنا بنقطع الجلاش قبل ما يدخل الفرن علشان لما بيطلع من الفرن بيبقى كريسبي وبيبقى ماسك نفسه قوي، فلو قطعناه وهو ماسك نفسه كده هيتقطع خالص وهيتكسر مش هيديني شكل حلو. احنا هيدوب بس بنشقه كده براحة وما بيطلع خلاص بنمشي على التقطيع اللي اتعمل. حلو قوي. هندخله الفرن على درجة حرارة كام يا شيف؟ 180. 180 ممكن. ياخد كم؟ من تلت ساعة يعني من 18 دقيقة لتلت ساعة كده. ايوه. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. نشوف اللي في الفرن. ايوه. اخر وصفة عندنا؟ يا سلام. وصفة الشيف محمد. ها؟ الحصى شنو يا عيا؟ اوه. ينفع كلها انا هنا؟ ينفع. ينفع ما نجيبهاش؟ رهيبة. هتقع دلوقتي. بص قالت رهيبه هتقع. دي كانت وصفتنا الاخيره مع شيف محمد. شكرا شيف ونورتنا وتسلم ايدك. هندوق طبعا وهناكل كلنا دلوقتي. تمام. ورمضان كريم عليك يا رب، ويا رب تكون سنه سعيده عليك وعلى الامه العربيه وعلى شعب السودان اجمع باذن الله. شكرا شيف. كل سنه طيبين. يديك الصحه والعافيه. شكرا شيف محمد، شكرا على الطبق الجميل ده ونورتنا ونورت قناه الشروق. شكرا للمساعدة يا شيف آية. شكرا 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 شيف آية، شكرا شيف محمد، شكرا لكل الناس اللي بتتابعنا عبر قناة الشروق الفضائية. مطبخ الشروق هو دايما في انتظارك وفي انتظار كل الاختراعات الجميلة المتميزة. لحد ما نلقاكم، مع السلامة.